بعد تطلعنا كما جرت العادة لتقرير اللجنة الفنية، لوحظ أن بعض تقلبات السوق وخاصة ما شاهدنا في الأسابيع القليلة الماضية من تقلبات في أسعار النفط، هذا ليس راجع إلى الخلل في أساسيات السوق، لكن بعض مخاوف للمتعاملين في أسواق المالية. هذا الخلل أثر بشكل مباشر على سوق النفط، ومن خلال كل هذه التقارير الفنية والخبراء أخذنا اليوم قرار ما بين دول أوبك وغير أوبك أننا نقلص الإنتاج الإجمالي ب100,000 برميل في اليوم بالنسبة لشهر أكتوبر المقبل، هذا لكي نواكب تطورات السوق وكذلك بعض الاختلالات في الطلب على النفط.